قامت مصالح الغابات بجني البلوط الفليني بولاية الطرف بعد انتشاره على مساحة واسعة بالغابات. نتابع هذا التقرير للزميل محمد مكموخ وسيد علي قصير. بعد 12 سنة من الانتظار، شرعت مصالح الغابات في جني البلوط الفليني بولاية الطارف الذي انتشر بشكل واسع ليحقق قفزة نوعية من حيث الوفرة رغم الحرائق التي شهدتها الغابات هذه السنة. استغلال الفلين من 10 إلى 12 سنة حسب المواقع، وبما أن الولاية تاعنا عندها مساحة معتبرة من أشجار البلوط الفليني، من غابات البلوط الفليني 80,000 هكتار، تقريب 70% منها منتجة، ولهذا ككل سنة نقوم بتحضير هذه العملية. هذا الكونتون هذا بما فيه سما لي بريزونتين سون دو 10000 اكتوالمون، رانا في الكونتون تاع الغرة، ولي بريزونتين سون دو 4000. بربي ان شاء الله اون فا ديباسي لي بريزونتين اكتوالمون. كي تشوفوا راه الشاحنة هذه راهي من بعد جني هذا الفلين شارجيناه سور لو كاميون de l'entreprise ومن بعد on va le transmettre au niveau du dépôt final. العملية عرفت حماية واسعة من السرقة واعتماد مخطط خاص لحماية المنتوج من الحرائق، بالإضافة إلى انتهاج سياسة انتشار نقاط المراقبة للغابات، كون الثروة تحتاج إلى سنوات لتكون جاهزة للجني فالتحويل ثم التخزين والتسويق. العملية هذه تعتمد على عدة مراحل، منها تنظيف الغابة وفتح مسالك خفيفة للتقليل من شحنة الحرائق. قمنا بفتح هذا المسلك الحراجي على مسافة 14 كيلومتر للأهمية التي نحتاجها في عملية إخماد الحرائق بكل سرعة أو في عملية جني الفلين. الفلين ثروة نادرة لا تزال تشكل نشاطا حيويا في التنمية المحلية لولاية الطارف، تتطلب مزيدا من الاستثمار وتوسيع مساحاته للدفع أكثر بعجلة الاقتصاد وترقية المنتوج الغابي.